السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله في حلقة النهاردة نتكلم مع بعض عن عرض من عروض شركة ريني على الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية يوم الثلاثاء. إن شاء الله الحلقة تنال إعجابكم. يلا بينا نبدأ على بركة الله بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ودي بعض الريفيوهات اللي احنا بنتكلم فيها عن الاجهزه الكهربائيه والاجهزه المنزليه. هتلاقوها ان شاء الله مشروحه بالتفصيل في صندوق الوصف في كل قائمه على حده بنشرحها بمميزاتها بامكانياتها بكل حاجه فيها. لو اول مره تشاهدونا ليه تشرفونا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على وضع الكل وعمل اعجاب للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.